انا دابا كنقاد راسي من بعد ما غسلت وجهي ودرت الكريم دو جور ديالي اللي هذا كما كتعرفوا هو هذا. درت شويه ديال لي كرون توتال ديالي هو هذا لا روش بوزي. دهنت درت فون دو تان ديالي اللي كنستعمل دابا حاليا هو ديال مانهاتن، هذا غزال البنات دابا نهضر لكم عليه. زعما واحد فيه واحد كيدير فول كافر يعني الوجه ديالكم زوين بزاف. غادي درت لو كريون ديالي هذا ديال لوريال، حتى هو غزال. هذا ستيلو ايلاينر كيطراس لكم العينين حسن ما كديروا الايلاينر، كيجي ساهل يعني اش كتكونوا خارجين مزروبين كديروه كيجي ساهل. حتى هذا زوين بزاف كنستعملوا هذه واحد قولوا 40 سنين ولا اكثر ما كنبدلوش. درت هذا باش كنطراسي الحجبان ديالي، هذا اللي قلت لكم خديته من داك لو سيت شينوا ويش. صافي درت بهذا البيوتي بلاندر هو اللي باش صوبت الفوندوتان ديالي. غادي ندير واحد شويه من هاد الباليت هادي غير باش هكا ندير الكونتورينغ باش نحدد يعني الخدود، نقدر ما نحتاج هاد الايلايتر. وغادي ندير واحد شويه من هاد الباليت هادي اللي هضرت لكم عليها، غادي ندير غير هاد البيض هذا اللامع، وغندير واحد شويه من هاد الغوز هذا، ما نديرش يعني غندير الماكياج طبيعي ديال النهار اللي يكون خفيف بزاف. وصافي وغادي نلبس حويجاتي ان شاء الله باش غادي نخرج انا وليداتي هاد النهار الويكاند. احنا خارجين دابا، البنيته ديالي راها لبسات الحويجات ديالها. اليوم عندنا شي شويه ديال البرد، كان الجو زوين مي هاد النهار الشتاء وشي شويه ديال البرد ما كاينش بزاف. هزات الشوانطه ديالكم اللي قلت لكم ديال إلزا، هي هادي هانتوما كيما كتشوفوا. دابا خارجه درت فيها القريعه ديال الماء ديالها، الماكله اللي غادي تحتاج، الكاطو، الحلوه اللي باغيه تقدر تاكلها في النهار هيا خداتها. كيما قلت لكم عمليه هاد الطاشه هادي زوينه بزاف للدراري الصغار. ولدي كما كتشوفوا حتى هو راه لبس حويجاتو، لبس الجاكيطه ديالو، استعد باش يخرج. ايوا ان شاء الله غادي نمشيو ونتوكلوا على الله. انا كما كتشوفوا لبست، لبست هنايا اون شوميز، لبست من فوقها لا فيست، كان جين صباط لان كاين شويه البرد. وهزيت هاد الساك، هذا ساك شويه كبير كنقدر نهز فيه كلشي، كيجيني يعني براتيك. كان حاليا هذا هو الساك اللي كنهز بزاف، كنجمع فيها كاع داك الاغراض اللي كيحتاج ولادي اللي كنحتاج انا. درت فيه المضل ديالي انا شويه ديال البرد، وغادي نخرجوا ان شاء الله وغادي نمشيو ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا فين غادي نمشيو. حنا وصلنا لايكيا، هذه الدخله ديالها اينغانغ. يلا حنا عاد وصلنا، هاد النهار عرفتي الدنيا عامره مع الويكاند، ما نقول لكمش كيفاش دايره الدنيا بالناس، عامره 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 بزاف لواحد الدرجه ما تصورش. يعني هاد النهار هذه الدور في الزحام، هذه الدخله ديالها انتما كتشوفوا، هذه هي الباب ديالها فاش كندخلوا من داك الباب اللي كتحل. دونك هنايا دايرين شي شويه ديال الديكورات هنايا ديال لا كويزين، وغادي نمشيو لعالم الاطفال. غادي نجيو لعالم الاطفال سمايل لاند، شوفوا شحال ديال الزحام. خصنا نتسناو بزاف باش تجينا النوبه، لان خصنا نخلي وليداتي هنا كيلعبوا هكا باش كيخليوني ندور في خاطري وكنشوف الحويجات اللي خاصيني، لان فاش كيكونوا معايا كيديرونجيوني وما كيبغيوش يشوفوا داكشي ديال الكبار، خصهم يمشيو غير للكوان ديال الدراري الصغار. داكشي علاش انا دابا غنخليهم. هذا البليصه اللي كيدخلوا لها، شوفوا كيفاش دايره، هذه فين كيلعبوا الدراري، كتدخلهم كتعطي المهم الاسم ديالهم والوقت فوقاش دخلوا، وكيديروك واحد الطومبو على اليد ديالك، اولا كيعطيك واحد لاباري كتعلقها في العنق ديالك هكا فاش كيبكيو الدراري ولا كيبغيو يرجعوا عند الوالدين ديالهم كيصونيو لك وكتمشي تجيبهم، اولا كيعطوك الوقت المحدد كيقول لك مثلا ساعه ونص ترجع موراهم، يعني فاش كيوصل داك الوقت ساعه ونص كتكون درتي على خاطرك وساليتي وكترجع موراهم. ها انتما الاطفال هادو راهم لداخل، راني كنصور من برا بزاف، كيعطيوهم يرسموا، راه السيده اللي مكلفه بهم كيحطوا حويجاتهم تمايا في داك لي بوكس اللي حاطينهم بالارقام،
يحيدوا كاع ليا الجواكت الصبابط كلشي كيحطوهم تمايا وصافي كيجيو يلعبوا هنايا. راه الناس اللي مكلفين اليوم كيعتنيو بهم، الا طاح شي واحد الا بكى الا هذا كيلعبوا يعني. وكتكون مطمئن على وليداتك. كاين واحد الجهه تما راه فين كالدراري كيعطيهم يرسموا، كاين واحد البلاصه عاود كذلك عندهم بحال السينما كيتفرجوا الا بغاو يتفرجوا في الافلام. المهم كيديروا ديز اكتيفيتي هنا باش الدراري ما كيقنطوش، او في ميم طون الوالدين كيدوروا كيشريوا كيتقضاو على خاطرهم. دونك هذه هي البلاصه. دونك انا غادي نمشي ندي وليداتي نكتب لهم داك الوريقه ونعلق لهم السميه في الحويجات ديالهم بحال الباتش وصافي. وغادي نمشي ان شاء الله باش نتقضاو ويلاه معايا باش الدورو شوفوا معايا شنو غادي ناخذ ونشوف شنو كاين الجديد في ايكيا. هاد الوريقات هادو كتكتب فيهم السميه الطفل ديالك، العنوان، لادريس تليفون، فوقاش دخل يعني التوقيت فوقاش دخل وفوقاش كيقول لك غادي تاخذو، وكدير لادات وكدير كتوقع وهكا ملي كيتسالى الوقت كترجع تاخذو وكدير هاد البوكس هذا كتاخذو كدير فيه الحويجات. هانتوما كيعلقوا لهم هنايا هذا سمايل لاند السميه بحال الباتش كيديروا فيه السميه باش هما الا بغاو يعيطوا لهم يعيطوا لهم. هنا هذا البونس اللي كيحطوا فيه الحويجات ديالهم، كيحطوا الحويجات ديالهم وكلشي باش ملي كتجي تاخذهم كيهزوا هذا البوكس هذا ويخرجوا يعني تو سامبلومو، وكيعطيوك واحد الباتج عاوتاني كتعلقو. ها هو عاطين هنا هذا الخويط هذا كتعلقو في عنقك باش هكذا الا بغاو الدراري يخرجوا ولا شي حاجه كيعيطوا لك يقول لك ولادك راهم باغيين يخرجوا. هذا واحد الايك دايرينها يعني واحد الكوا دايرين للاطفال هكا كيرسموا فيه وداك الشيء على ما تجي النوبه ديالهم باش يدخلوا. حنا طالعين دابا لايكيا كما كتشوفوا الدنيا عامره بزاف. هاد النهار كيمشيو افواج وكيجيو افواج. هادي هي الدخله ديالها الباب. كنبداو بهادشي ديال لي كويزين. هانتوما الطبله كيفاش حاطينها كيفاش مستفينها. منها كيعرضوا يعني الاواني اللي عندهم ومنها كيعطيوك افكار يعني كيفاش كينظموا وكيرتبوا وكيقادوا الطبله. هانتوما كما كتشوفوا معايا هاد الديكور هذا، هذا بزاف الناس دايرينو في الحمام. وهنايا دابا دايرينو يعني بحال في الصالون مثلا دير فيه كتوبه دير فيه بحال شي بيبليوتيك دير فيه ديكورات صور. انا عجبني بصراحه نديرو في الحمام، ولكن مشكلة ديال الحمام ديالي شويه ضيق يعني ما لقيتش الحل كيفاش نديرو. عجبني بزاف ديما كنجي وكنعبر وكنقول نديرو عاوتاني القصر راسي غادي يضيق ليا بزاف. المهم هنا لا كويزين، هنا كنعطيكم غير فكره يعني شنو كاين. ها انتما مرحبا بكم. ها البنان، ها الفلفله مطيشه، ها انتما البصله الثومه، ولكن هادشي راه كله غير ديكور راه ماشي بصح. هادي الشبيكه ديال اللي كيقطروا الماعن. كاين زعما حويجه زوينين الحقيقه يعني كل مره الواحد كل ما فين يجي ياخذ حويجه. دوك القريعات كدير فيهم الكونفيتور ولا على حسب كل واحد واش ما كيبغي يدير فيهم. هادو هما كيصبوا القطنيه. هاد الطبيلات هما زوينين الحقيقه عجبوني يعني بالنسبه لي مدخل الابيض يعني في الديكور ديال البيت ديالو. هانتوما ملي تحس داير بالشبكه كيدير واحد 49 اورو 96 كلشي يعني 10000 ريال مغربيه على حسب الصرف 10000 11000 ريال. هانتوما كما كتشوفوا هادي كتحيد هنا يمكن لك دير فيها الغطاوات وداكشي اللي كيكون على الفوتوي ولا على يعني داكشي الديكورات اللي كتكون حاطه على الفراش ديالك ممكن تحطها ومن بعد تردها هكا بهاد الغطا هادي ديالها يعني براتيك وصالحة للرونجمون. كاينه هادي ديال البيرو بس هاني حيت انا جيت دابا لبلاصه ديال البيرويات كيما كما كتشوفوا داكشي ديال التنظيم ديال لي بيرو اللي كيتحتاجوا ديال لي بيرو.
اي حاجه متعلقه بلي بيغو كاينه هنا. دونك شفت انا هذا ديال اللابتوب عجبوني بزاف، يعني هكا كتجلس يعني اما في الفراش اما في يعني تكون متكي في الناموسيه ديالك، ديرو هكا على رجلك وكتحط فيه لابتوب يعني البيسي بورتابل وكتخدم بيه يعني بكل سهوله، تخدم مرتاح. كاين هاد اللون الغوز وكاين لون نوار، حقيقة عجبني هاد هاد لو غوز هادا. مي اون فا فوا، كاينة هادي اللي كيحطو فيها يعني كينضمو فيها الغلاقات ديال الطناجر، ممكن لك دير فيه حتى الصحون يعني الطباسيل يعني بور الغونجمون، حتى هي زوينه. كاين هاد اللوحه هادي اولا هاد الخشب هادي، هادي علاش كنقطعو مثلا الخضره ولا الخبز ولا اي حاجه، مثلا الا ما كانش عندك البلاصه كافيه فوق داك البوطاجير، يعني يمكن لك هادي كديرها. شوف كيفاش هما دايرينها، دايرينها فوق لافابو باش هكذا كتعطيك بلاصه كتلقى فين تقطع، اولا كتحطها فوق البوطه، البوطه اللي عندهم ديال السيراميك كتكون يعني ديال الزاج كلها مسرحه، كتحط عليها هذه فوقها وكتقطع. لينا بارفو كيكون عندك الكوزينه صغيره وما كتلقاش فين تقطع وفين تحط، فين تحط داك القطعه اللي كنديروا حنا عليها الخضره وداكشي، كتحط هذه يعني اما على البوطه اما كلا فوق لافابو وكتعطيك بلاصه وكتقطع عليها. كاين هادي عاوتاني ديال التنظيم، هادي كتحط في وسط لي بلاكار وكتحط عليها الطبيصلات الكيسان، يعني كتعطيك مساحه اكثر في البلاكار ديالك. انا ديجا واخده منهم هادو في حقيقه نفعوني بزاف. المهم مع ايكيا اي حاجه يعني صعبت عليك في الدار تلقى لها الحل، ولا تلقى يعني شي مشكل كيواجهك في الدار من ناحيه الغونجمون ولا شي حاجه، اي حاجه كتلقى الحل في ايكيا. كتجي كضرب دويره كتبان لك الفكره، واخا كتكون الفكره ما طيحاش عليك كتجي كتشوف الفكره وكتشري الحاجه اما من عندهم اما تقلب عليها في بلايص ديال اخرين الا كانت بثمن ارخص، وكتاخذ داكشي اللي بغيتي وكتنظم البيت ديالك بالطريقه اللي بغيتي. دونك هنا دايرين زعما افكار كثيره 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 كثيره، سيرتو لا كويزين هاد لي غيون دابا حنا الغيون اللي حنا فيه ديال لا كويزين، يعني افكار جد رائعه كتسهل عليك الحياه اليوميه ديالك. البلاصه اللي كتحمقني هي بلاصه الشوار، هانتوما هادو كيما كتشوفوا هادو عاد جابوهم جداد، شوف شحال زوينين كدير فيهم الشميعه في الوسط وهكا في الليل ولا فاش كتكون شعله كتعطي الضو زوين. هانتوما كيما كتشوفوا هاد بحال الفانوس هكا في هاد الزريرق، كان كيدير 3.50 اورو، 3.99 حقيقة زوين بزاف. يمكن غادي ناخد شي واحد، عجبني هاد اللون زريرق. هانتوما كديرو هنا الشميعة وكتسدو هكا وصافي، دونك غادي ناخد واحد نديرو عندي في هاد الشاكوش ديال إيكيا. حقيقة شميعة زوينين، شوفو كيفاش للاسف هذه محيده لهذاك الفتيله ديالها، الرائحه ديالهم غزاله كتحمق. يعني هنا على حسب كل واحد، اللي بغى اللون الازرق هو كاين، اللي بغى اللون الغوز كاين، على حسب انت وشنو عندك في البيت ديالك. شوف هاد الشميعات عاوتاني كيدايرين كيحمقوا، هادو بحال اللي مطروزين، شوف كيبان. هانتوما البنات هادشي اللي خديت من ايكيا، ما خديت حتى شي حوايج كثار، المهم شي شويه غادي نوريكم شنو خديت. اول حاجه خديت هي هذا المنظم هذا ديال اللي كينظموا به الغلاقات ديال الطناجر ولا المقالي. ها انتما كما كتشوفوا الا كيبان لكم في الصوره واضح، ممكن تنظموا به اما المقالي اما الغلاقات ديالهم، اما انا فكرت نديرو حتى الطباسل، تقدر ديرو فيهم الصحون وتنظموهم بهم. ها
هانتوما كيما كتشوفوا هذا خديته جو كرو بشي 3 أورو 99 ولا 4 أورو 99 معقلتش. ها هو مازال ما مركبش، ها السميه ديالو الا بغيتو تاخدوه مازال ما ركبتوش. هاي عاد راني نعاد دخلت دابا الايكيا، قلت راني نكمل التصوير باش نوريكم شنو خديت باش ما نعكش شي مره اخرى. خديت كذلك هذا اللي كيحطوا عليه مثلا شي حاجه سخونه، اما طاوه اما مقله اما تقدر تستعمل في الكوزينه. انا خديته مثلا هاد الطبله هذه ديال الماكله ديال لا طابله مونجي، بعد المره مثلا كنكون دايره شي سوب ولا شي حاجه كنحطها، كنبغي نحطها في داك في الطنجره ديالها، كتكون شي طنجره مثلا زوينه ما كنحتاجش عاد نخويها في السوبيره ولا شي حاجه، اولا نخوي في السلاي في الكوزين وعاد نجيبها لفوق الطبله. كنفضل انني نحط هذه فوق الطبله وكنحط فيها فوق هذاك الطنجره ولا الطاوه ولا كيفاش ما بغيتو تسموها، هكا باش هكا الطبله ما كتخسر شيء وداك السخونيه ما كتضيع شيء. الخشب هي عندها الرجيلات مازال ما ركبتهم لهاش، هذه حتى هي كدير واحد 1.99 زوينه. عندي انا هذا الخشب، عندي ديال الدوم، عندي البلاستيك ديال السيليكون، مي هذه عجبتني هذا الشكل هذاك، مع نحط شي طنجره ديال الانوكس وهذا الانوكس كيجي الشكل ديالهم زوين. خديت هذا ديال التنظيم، هذا راه كلشي كيعرفوا راه كاين في ايكيا، هذا فيه 6 ديال البياسات، ها انتما كتشوفوا فيه جوج من الحاجه، فيه جوج كبار وجوج طوال وجوج مربعين، هادو كديرهم في وسط لو تيغوار ديالكم وكتنظموا فيه الملابس الداخليه، تنظموا فيه المكياج، تنظموا فيه اي حاجه بغيتوها. انا ديجا خديت واحد في اللون الازرق، كنت منظمه فيه المهم حويجات ديالي، ودابا وهاد اللون كنت قلبت عليه دايرينه هما غير في الموديل، ملي مشيت نشريه لقيت هاد اللون سالا لهم، دابا لقيتو قلت ارا ناخذو هذاك الزرق غادي نردو البلاكار ديال الزوج ديالي، وهاد لو فيغ هذا غادي نديرو في البلاكار ديالي. زوين 5 أورو 99 فيه شحال 6 البياسات. خديت كذلك هادي ديال ليبتوب، هانتوما كما كتشوفو عجبتني بزاف، هانتوما كما كتشوفو هادي كتحطها هكا على رجليك وكتحط ليبتوب ديالك هنايا وكتخدم يعني بكل سهوله. دابا نوريها لكم ان شاء الله فاش نكون كنخدم بيها. زوينه هاد البلاستيك فيها واحد الدويرات، دويرات كبار وصغار، مهم عمليه. هادي حتى هي رخيصه كدير 3 أورو 99، وهي 3 أورو 99 هادي ديال ليبتوب. ها هما راه دايرين الصوره ديالها هنايا، هي جالسه مراه جالسه في الفراش وحطها على ركبه وحاطه فيها ليبتوب ديالها، ويعني كتخدم مرتاحه، ماشي ضروري تكون حتى تكون في البيرو بالكرسي عاد تخدم. هذا جبتني وهذا الوين هذا الغوص، كنت لقيت لك حلو الغوص قلت راه ناخذ الغوص، معليش راجل اللي بغى يستعملها نسلفها له معليش، وخا غوز. خديت هذا الفنير، هذا الفنير هذا كان كيدير شي 6 أورو جو كرو ولا 5 أورو، وردوه بـ1.99 واحد اللوين فيه غزال واحد تيوكوا، يمكن مع الليل ما باين لكم شاي لان كنصور دابا بالليل، واحد اللوين فيه بحال البلوسيال بحال تيوكوا بحال المهم، واحد اللوين فيه غزال 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 غزال. ان شاء الله ملي غادي ندير الشميعه غادي نشوف كيفاش كيخدم. زوين، انا درت فيها الشميعه دابا نجربها حداكم، شوف على دوكا كتعطي تفدو حبيب عافاك، غادي نفوتو باش نشوف واش غادي يبان زعما الشكل احسن. حقيقة عجبني اللوين بزاف، هانتوما شوفو كيفاش كيبان غزال. انا عجبني بعدا هاد الفانوس ولا فنار ولا كيفاش ما بغيتو تسميوه، كاين الغوص وكاين هاد لو بلوسيال، بغيت انا هاد لو بلوسيال غادي حيت درت شي شويه في الصالون ديالي شي شويه الازرق وبغيت ندير هاد الازرق حتى هويا، وكعجبني هاد اللون ما بغيتش ندير الغوص لان البنت البيت ديال بنتي فيها كلشي غوص، داكشي باش بغيت ناخذ هاد اللوين هذا. دونك هو يا صافي حنا بدينا ندشنه دابا،
دونك كانت هذه الحصيله ديال اليوم ديال ايكيا، ما خديت شاي بزاف لان عندي ديجا زعما شحال من حاجه الحمد لله عندي، قلت ما نكثر شاي عليا، المهم المهم شفت الجديد شنو كاين. وهذه الحصيله ديال وليداتي، هادشي اللي داروا لي فاش خليتهم لداخل، رسموا لي هادشي ولونوا، كتبوا لي هنا ماما هانتوما، رسموا لي قال لك انا هي هادي، ورسموا لي هاد العيدات هنايا، وعمتي رسموا لي ماما بابا هانتوما، دارت لي قليب قالت لي ماما حيت انا توحشتك دارت لي قليب. وهذا ولدي رسمها لي قال لك انا هي هادي بهاد الشعر هكا وهاد الكسوه، وكتب لي هنا بابا ودار لي قليب. ايوا المهم قلت لهم شكرا. لا ماشي انا، شكون اللي رسم هادي؟ انا. انت يا برافو عليك. دونك نكونوا سالينا المشتريات ديال ايكيا، وهانتوما درتو معايا هاد النهار وشفتوا شنو كاين، شفتوا شنو الجديد. كنتمنى هاد الخريجه معايا في ايكيا تكون عجباتكم، ونتمنى مره اخرى ان شاء الله ندوزوا نهار واحد اخر مجموعين في بلاصه واحده اخرى. كنقول لكم البنات الى عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وديروا بارطاجيوه مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وان شاء الله تابوناو اللي ما كانش مابوني في لاشين. وكنقول لكم خليتكم على خير البنات، والسلام عليكم، خليتكم على خير، سلامه.